الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مديرنا الفاضل، آباء المعلمين، زملاء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتشرف بمناسبة اليوم الوطني بأن أرفع اسم التهاني والتبريك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وإلى مقام سيدي سمو ولي العهد الأمين، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل أعزه الله جل شأنه بهذه النعم العظيمة وحدة وأمانا وخيرات لا تعد ولا تحصى. يحسدنا عليها القاصي والداني، تغمد الله مؤسس هذه البلاد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رمزا خالدا لهذا الكيان الكبير. تحولت على يده الكريمة حياة الصحراء والتخلف إلى دولة أصلية متحضرة تحاكي بل تتفوق على كل دول العصر المتمدنة. هذا يوم يرفع فيه كل مواد الرأس شموخا وفخرا بما تحقق على أرضه وطن المعطاء. وفي البداية استمع إلى آيات من ذكر الحكيم يتلو على ما سمعكم الطالب ريان فرحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما وهيا بنا ندخل سويا الى الحديقة المحمدية نقتطف زهرة عطرة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والطالب عبد العزيز احمد. عن ابي امامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. صدق رسول الله. ومع كلمة الصباح بعنوان اليوم الوطني والطالب صالح تميم. اليوم الوطني، إن اليوم الوطني لهذه البلاد وقصة توحيدها على يد بطل من أبطال الجزيرة وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، لابد أن يسجلها التاريخ باحث من ذهب، حيث إنها معجزة كبيرة أن تحولت هذه البلاد من كرامية الأطراف إلى وطن موحد يسوده الإيمان والحب بدلا من القتال والمشاحنات القبلية. هذه الأمور لم تكن لتحقق لولا صدق عزيمة هذا البطل مع عقيدتهم ومع مواطنيه. وعندما يصدق الإنسان مع ربه ومع الناس لن ينال إلا التوفيق والسداد. إن التعريف بهذه الإنجازات من الرخاء والأمن والاستقرار يحتاج منا إلى توعية هذا الجيل كيف وحدت هذه البلاد وكيف كانت تعيش. إن اليوم الوطني لهذه البلاد وأهلها هو أن نستذكر ماضينا وحاضرنا وأن نذكر ونعلم فيه أولادنا وبناتنا كيف توحدت هذه البلاد وكيف كانت تعيش. وهذا شيء مهم جدا أن يتعرف هذا الجيل عن الحقبة العصيبة التي كانت فيها هذه البلاد، وأن نقارن هذا العهد الزاهر وهذا الأمن والاستقرار والتطور والبناء بعد توحيدها من قبل رجل صادق الإيمان مخلصا في دعوته محبا لشعبه وهو الملك عبد العزيز رحمه الله الذي بدل الخوف إلى أمن وبدل التناحر إلى محبة وألفة. إننا في هذه البلاد نفخر بهذه الإنجازات ونفخر بهذه المسيرة العطرة
لقادتنا التي تنصب في خدمة الدين والوطن والمواطن هذا التاريخ الحافل بكل عطاء وإنجاز سار وراءه رجال مخلصون من أبناء هذا الوطن حتى وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وخير دليل على ما يبدو هو ما نراه كيف تحولت هذه العاصمة وغيرها من مدن المملكة إلى مدن تضاهي كثيرة من مدن العالم. كل ذلك نتيجة لجهود قادة مخلصين محبين لوطنهم وأمتهم يسعون لرقى هذه البلاد في شتى المجالات. ومع القصيدة والطالب عيسى علي العسيري. وطني إليك هديتي بعيد مولدك الجديد روحي دليل محبتي تهديك يا أسمى خليل غلقتها في مهجتي بالحب والحب قليل عاشت معاثرك التي للمجد قد صارت دليل دليل فخري بأن عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عثرتي دمها بسيرتها يسير هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل وإلى مقامك أمتي بقلوبها دوما تميل يا موطني لك دعوتي بالأمن والعمر الطويل. ومع أنشودة والطالب ريان فرحان. وطني أتيتك والحنين مطيتي تهني أعفر في ثراك جبيني تهني أضمك مهجتي بقداسة تسري وشائدها بكل وتيني نجد الحبيبة انضمعت معيني فرأيت في أفق الخيال ملاحما غنت بها للفخر طول سنيني أخذتني الذكرى فهمت بحسنها حتى دعاني البحر كي يسبيني عانقت شرقي البلاد وغربها تضوي الفؤاد وشوقها يغميني ولزمت من أرض الجنوب جبالها ومن الشمال نسائم ونختم إذاعتنا بالدعاء والطالب طاشع. أتضرع المولى عز وجل أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهم الله لنا ذخر وعزهم بالإسلام وعز الإسلام بهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالختام ندعو الله العلي القدير أن يحفظنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلون لراحة أبناء هذا الشعب الوفي. كان معكم طلاب الصف الثاني باء تقديم الطالب عادل نايف الجري تحت إشراف معلم الصف الأستاذ محمود محمد محفوظ.